بعد أن حفظ القرآن ووفق لتدريسه والفوز بعدة جوائز نتيجة إتقانه للتلاوة من باكستان عبد الرشيد عبد الرزاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ وحيثما كنت
حياكم الله مشاهدينا الكرام، أنصتنا بخشوع لتلاوة طيبة للمتسابق عبد الرشيد عبد الرزاق من باكستان، شكرا جزيلا لكم. ونذهب إلى لجنة التقييم مع أستاذنا ومربينا فضيلة الشيخ الدكتور باسم العابدي، تفضل. بارك الله بك أستاذ محمد، بارك الله بك أخ عبد الرشيد، حفظك الله. أنا قرأت تقريرا في إحدى القنوات الفضائية يقول أن باكستان بلد 7 ملايين حافظ للقرآن، لا أدري مدى صحة هذا التقرير، ولكن باكستان عندها هذا الاتجاه في قراءة القرآن وفي حفظه. لا توجد عندك ملاحظات تذكر في الوقف والابتداء؟ بارك الله بك، وأترك المجال للأساتذة الكرام لبيان ما عندهم. شكرا لك. الأستاذ عماد رامي، رأيكم؟ أستاذ عبد الرشيد، نفس المشكلة عم توقعوا فيها، عم تفهم علي عربي؟ نعم. نفس المشكلة، ما عم تعرفوا مدى مساحة الصوت، وهذا بيخليكم تتكلفوا بالجواب، وليست القراءة يعني أنه بس أنا أجيب جوابات ومشان طفلي، لا لا لا، القراءة ليست يعني مثل ما ما تفكر. عرف مدى مساحة صوتك واشتغل عليها، والله الموفق. فضيلة الشيخ عمر، لكم الكلام. ما شاء الله، عبد الرشيد عبد الرزاق من باكستان، كنت رائعا في أدائك حقيقة، خلا من يعني بعض الملاحظات التي هي جلية وحتى الخفية، يعني خلا من كثير من الملاحظات التي يقع فيها الكثير من أعاجم، ولكن أنت لم تظهر عليك هذه الملاحظات إلا بعد التكلف والتصنع في أدائك، أثر عليك في بعض الكلمات، كمثلا إطالتك للعارض للسكون كثيرا في بعض الأحيان تجاوز 10 حركات، كنا ننتظر متى تقف، وأنت يعني وصلت في بسبب النغمة ربما لإتمام الجملة النغمية. كذلك الهاء خففتها نظرا لانتهاء نفسك، فخففت الهاء، نطقتها كالهمزة المسهلة، ولكن في ما عدا ذلك تلاوتك كانت رائعة جدا وأحسنت الأداء، وبارك الله فيك. السيد كريم موسوي، لكم الحديث. كما تفضل أستاذي عماد، يعني ليس من الضروري التطرق إلى بعض الطبقات الصوتية. في مقام الحجاز مثلا أنت أديت جواب الجواب في الحجاز وكررتها مرتين، فالله يوفقك إن شاء الله، وإذا تأهلت ابتدي
طبقة هابطة، طبقة هابطة من أول من البداية. الله يوفقك حبيبي. الشيخ محمد فهمي عصفور تفضل. حياك الله حبيبي أخ عبد الرشيد رزاق، شكرا جزيلا، بارك الله بك، وأضمت صوتي لصوت الإخوان فيما قالوه بخصوص التكلف. نعم واضح في القراءة، وأثر كمان على بعض مخارج الحروف وصفاتها، وطبعا أستاذنا الشيخ عمر قدم ملاحظاته، وأنا أزيد فقط ملاحظة تنتبه لها، وهي غنة الإخفاء مع القاف، مع القاف والكاف. مثلا شيء قدير، إنقا إقو إقو إنقا، لا بد من تلامس، تحقيق تلامس داخل عند مخرج القاف والكاف، لأنها أقرب الحروف إلى الإظهار. والإخفاء بشكل عام هو إخفاء مخرج النون، فإذا كانت الحروف الإخفاء غير القاف والكاف لا يوجد تلامس أبدا، إلا فقط في القاف والكاف، أرجو أن تنتبه لها. وأيضا الغنة تتبع ما بعدها، إذا كان ما بعدها مفخم الغنة تفخم، رجاء أن انتبهوا لها في المراحل القادمة. موفقين إن شاء الله حبيبي. جزاك الله خير. السيد حسنين الحلو نختم معكم. خلاصة الحديث عن الصوت وما تفضل به الأساتذة هو أن القارئ لابد أن يبحث عن أجمل مناطق صوته. ممكن يكون عنده مدى عالي، لكن هذا المدى قد تكون منطقة عن منطقة جميلة وأجمل، أو قد تصل إلى لا سمح الله وهو بعيد عنها أن لا تكون جميلة. فبالتالي نحن نبحث عن أجمل مناطق الصوت، هو لابد أن يتعرف على صوته، وكما أشار الأساتذة على مساحة صوته، ويؤدي ضمن هذه المساحة وهذه المناطق الجميلة. كما هو النغم، أن يختار النغم الذي يناسب يرتاح له أولا، وثانيا يعني أن يؤديه بشكل جميل. ممكن هو يؤدي مقام ما بشكل متكامل وأكمل من غيره، لكن لا يؤديه بجمال حسب مواصفات صوته. فبالتالي الأخ عبد الرشيد يحتاج إلى مراجعة أكثر، خصوصا لمادة الصوت. لو أتقن وعرف صوته بشكل كامل سيتفوق كثيرا في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. شكرا للجنة التحكيم، حقا يعبرون خفافا كالعبق، هكذا هم أهل القرآن. المتسابق عبد الرشيد عبد الرزاق من باكستان، شكرا جزيلا لكم.